اعتقال عدد من الأشخاص يعملون ضد الدولة النمساوية. تبرئة رئيس حزب الحرية النمساوي السابق من قضية فساد. ارتفاع مخالفات الجمارك في النمسا 60% عن العام السابق. النمسا تتصدر مذكرة بحث دولية بحق تركي كردي متهم بالإرهاب. مهربي البشر يستغلون الأحوال الجوية لتنشيط أعمالهم. وفي يوم المساواة معاشات النساء التقاعدية أقل ب 40% من الرجال. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا أن بلاده تتخذ إجراءات صارمة ضد كل أشكال التطرف سواء كانت دوافعها سياسية أو دينية، وأشار إلى حملات ضد التطرف اليميني والديني، تلا ذلك حملة أمنية موسعة شملت 8 عمليات تفتيش للمنازل تم خلالها ضبط 41 شخصا في 5 ولايات من جماعات مناهضة للدولة، بما في ذلك جماعة دولة بروسيا الفيدرالية التي تسعى لتعطيل نظام سيادة القانون. وأكد كارنا أن التحقيقات جارية لمكافحة التطرف الذي يهدد التعايش السلمي والديمقراطي. أكدت محكمة الاستئناف العليا في فيينا براءة رئيس حزب الحرية النمساوي اشتراخة ورجل الأعمال شتيغليتس في قضية فساد مرتبطة بشركة أسفيناج للطرق. وأشارت المحكمة في تبرير قرارها إلى الواقع السياسي ودور التبرعات السياسية واللوبيات، حيث سبق لمحكمة الفساد أن طعنت في حكم البراءة لكن محكمة الاستئناف أكدته الآن. وأوضح القاضي أن تعيين أعضاء المجالس الإدارية جزء من الواقع السياسي، وقد أبدى اشتراخ ارتياحه بتأكيد البراءة، وما زالت هناك تحقيقات جارية ضده في قضايا عديدة. Für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Das Oberlandesgericht verwies bei der Urteilsbegründung auf die politische Realität und verglich Spenden an Parteien mit Lobbying, das auch nicht strafbar sei. قدمت جمارك النمسا 8500 بلاغا العام الماضي بزيادة 60% عن العام السابق، حيث اكتشفت 1600 مخالفة قانونية في التجارة على الحدود. ويعزى ارتفاع البلاغات لعودة كثافة حركة السفر بعد جائحة كورونا، وقالت وزارة المالية أنها جمعت 7.6 مليار يورو من الضرائب في عمليات التفتيش والمراقبة، مشيرة إلى زيادة التهريب في التجارة الإلكترونية، إضافة لمجموعة واسعة من المخالفات كالمخدرات وتزوير وتهريب التبغ. وقد استخدمت وحدات المراقبة المتنقلة لتنفيذ 273 ألف عملية تفتيش. فشلت محاكمة ضد تركي كردي في محكمة كلاجنفورت بسبب هروبه واختفائه، حيث اتهمته النيابة بتقديم خدمات لمنظمة بيكيكي الكردية منذ عام 2012. يعتقد أن التهمة استندت إلى إفادات الرجل نفسه أثناء إجراءات لجوئه، حيث عاش في النمسا منذ عام 2021 وكان يعمل في مجال المطاعم. وقبل بدء المحاكمة قام الرجل بترك عمله وعنوان إقامته وأغلق هاتفه، وأفاد الجيران أنه كان يخطط للهروب إلى إنجلترا، وقد تم إصدار مذكرة بحث دولية بالقبض عليه بسبب هروبه. تسعى عصابات المهربين لاستغلال أجواء الطقس المعتدلة أثناء تنفيذ عمليات التهريب على الحدود الشرقية للنمسا في بورغلاند. وقد سجل رقم قياسي في التهريب هذا العام بلغ 767 حالة بسبب زيادة عدد اللاجئين، حيث بلغ عدد المهاجرين المحتجزين أكثر من 13 ألف، فيما تتابع عصابات المهربين تقارير الطقس بعناية وتعدل خططها بناء عليها. وقد سجلت بلدة نيكيتش اكتشاف 14 سوريا وثلاثة أتراك، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المهربين، حيث تم اعتقال 129 مهرب هذا العام. تستمر النساء في النمسا بالحصول على معاش تقاعدي أقل بنسبة تصل إلى 40.55% من الرجال، وتتفاوت هذه الفجوة بين المقاطعات النمساوية.
ووفقا للتقارير فإن يوم المساواة في المعاش هو اليوم الذي تستحق فيه النساء نفس مبلغ المعاش الذي يحصل عليه الرجال. وفي هذا العام يصادف هذا اليوم الرابع من أغسطس. وفي بيانات نشرت تظهر أن الفرق بين معاشات الرجال والنساء يبلغ 877 يورو شهريا. وتعزى الأسباب وراء هذه الفجوة إلى العمل غير المدفوع ورعاية النساء للأطفال. فهل برأيكم يجب أن يكون دخل المرأة مساوي للرجل؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، ومسيئة سعيدة، وإلى اللقاء.